لعل من موارد التوفيق أن تكون العلاقة بين الأستاذ والطالب علاقة مثالية، والمقصود من العلاقة المثالية أن الأستاذ يبذل جهدا كبيرا في سبيل أن يعطي ما عنده من عصارة أفكاره ويجعلها لخدمة الطالب. فالأستاذ يمارس دورا علميا وتربويا كثيرا في صهر شخصية الطالب، وكثير من الطلاب تأثروا بأساتذتهم وانطبعت هذه الشخصية على شخصيتهم، بحيث هو أصبح كنسخة أخرى من الأستاذ. وما هذا إلا لتأثير الأستاذ على الطالب.